بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للوحدة السابعة الدرس الثاني Unit 7 Lesson 2. Unit 7 Lesson 2 entitled عنوانه How can we help؟ كيف نستطيع المساعدة؟ Sarah was very upset when she read this article. Read it and find out why. سارة كانت منزعجة جدا، upset منزعج، عندما قرأت هذه المقالة. اقرأ المقالة واكتشف لماذا كانت منزعجة، يعني هذا سؤال لازم يجاوبه الطلاب، وهو لماذا كانت منزعجة. Send a child to school for $100. أرسل طفل إلى المدرسة $100. In many African countries، في العديد من البلدان أو الكثير من البلدان الإفريقية، people have to pay to go to school. الناس عليهم أن يدفعوا، have to pay to school، عليهم أن يدفعوا للذهاب إلى المدرسة. Unfortunately، لسوء الحظ، many parents، العديد من الوالدين أو الآباء، are too poor to do this، هم فقراء جدا، poor، فقير، لكي يفعلوا ذلك. So their children must، must هنا معناها يجب، must go without education، يجب أن يستمروا بدون تعليم. This is very bad for their future and for the future of Africa. وهذا سيء بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل أفريقيا. Did you know that just $100 will pay for one African child to go to school for a year? هل كنت تعلم أنه فقط $100 تدفعها أو سوف تدفع لطفل أفريقي لكي يذهب إلى المدرسة؟ يعني لو كان متوفر $100 أنت تدفعها أو غيرك، ممكن أنه ترسل طفل إلى المدرسة. فهنا سارة was very upset when she read this article، كانت منزعجة. لماذا؟ هسه احنا عرفنا السبب. إذا أرد أسأل الطلبة لماذا، أنهم راح يكون هذا الجواب، لماذا كانت سارة منزعجة، ممكن أنه يكون هذا الجواب. She was upset to find out، أنها كانت منزعجة لاكتشافها أن الناس في أفريقيا don't even have $100 to send their children to school for a year، لا يملكون حتى $100 لكي يرسلون أولادهم إلى المدرسة. طبعا عزيزي الطالب، احنا خلال يعني في هذا الدرس راح يكون عندنا موضوع should and must. should and must اثنيناتهم معناها يجب، لكن اكو فرق بين الاثنين. مثل ايش؟ we use should to give advice، نعطي ال should احنا لاعطاء advice، او احيانا نسميها obligation، الزام. مثلا you should work harder، يجب ان تعمل بجد. you will get better marks in your exam، حتى وسوف تحصل، يجب ان تعمل بجد او تبذل جهدا لكي تحصل على درجات افضل في الامتحان. اكو ملاحظة لازم ينتبه لها الطالب، انه must is stronger than should، انه must هي اقوى من should. it means have to or have got to، انها معناها have to معناها يجب عليك. you must work harder، if you don't you will fail in your exam، او you will fail your exam، عليك ان تبذل جهدا والا اذا لم تفعل ذلك سوف ترسب بالامتحان. اذا موضوع الobligation الالزام، او نقدر نقول اعزائي الطلبة انه هذا النصيحة، نستخدمها ايضا للنصيحة. هنا عند قاعدة must او should تأتي بعد الفاعل، تتبع بفعل، فعل مجرد او تسموه فعل مصدر زائد تكملة. مثلا you must come to the exam tomorrow، يجب ان تأتي الى الامتحان يوم غد، يعني must، استخدم الصيغة الاقوى. لكن you should go to the party today، يجب ان تذهب الى الحفلة اليوم، مو شرط تروح للحفلة. مثلا ليل، نفترض أحمد should go to أو should see a doctor. أحمد مريض، يجب أن يرى طبيب، لكن أحمد يقول لك مو شرط أنا أروح أشوف طبيب، مو شرط، أنا أقدر أروح للبيت أرتاح أصير زين لأن هو مريض. لكن إذا تقول له must فهو لازم عليه يروح للطبيب. إذا must و should نرات نفس المعنى، لكن must تكون بالصيغة الأقوى. هذا فيما يتعلق هنا. راح نرجع للكتاب عزيز الطالب، شوف هنا شو مستخدمين must هنا. طبعا من بعد ما ذن سارة
قرأت هذه المقالة صارت محادثة بينها وبين صديقاتها، تستمع لها بالفيديو بالأوديو رقم 43 43. Listen and read. What did Sarah and her friends decide to do؟ ما الذي قررت decide قررت سارة وأصدقائها أن يفعلوا؟ We should do something. شوف استخدم الشو على should زائد do اللي هي المصدر. يجب أن نقوم بعمل. إذا أعزائي الطلبة هنا استخدم should. should يجب علينا أن نعمل شيء. طبعا should هنا مو بنفس قوة must. فش قالت لها سارة؟ قالت لها no we must do something. يجب أن نعمل شيء ما. But what؟ ما هو هذا الشيء؟ We must collect money to send some children to school. يجب أن نجمع المال لكي نرسل الأطفال للمدرسة. I know. أعلم ذلك. Let's have a bring and buy sale. طبعا أعزائي الطلبة إذا نجي إلى الكلمات في هذا الدرس a bring and buy sale مثلا هنا عندنا ناخذ must كلمة must كلمة دولار كلمة sell الماضي مالتها sold bring and buy sell اللي هو مزاد أو مبيعات يجلب ويشتري playground bake headmistress and future راح نشوف ذني شنو معاني من خلال قراءتنا للدرس let's have a bring and buy sell قالت لها what is that everyone brings something to be sold كل شخص يجلب شيء ما لكي يباع and everyone buys something وكل واحد يشتري شيء ما يعني انت تجيب شيء على مود تبيعه والفلوس تكون للتبرع وتشتري شيء في سبيل انه الفلوس تكون ايضا للتبرع That's a great idea. هذه فكرة جيدة. We can advertise it. نستطيع أن نعلن عنها in the school magazine. في مجلة المدرسة. Wonderful. رائع. I have some CDs. لدي بعض الأقراص. I will bring those. سوف أجلبها. داليا. I can help. أستطيع أن أساعد. I will bring some plants. سوف أجلب بعض النباتات. I grew them in our garden. أنا زرعتها أو نميتها في الحديقة. And I have lots of clothes. ليلى تقول لدي الكثير من الملابس. نورا I will bake some cakes. سوف أجلب بعض الأشياء. سارة wait wait. Where are we going to have this sale? انتظروا. أين سنعمل هذا المبيع؟ أو أين المكان اللي راح نبيع به؟ In the school playground. في ساحة المدرسة. I hope. أأمل ذلك. Let's go and ask the headmistress. دعونا نذهب ونسأل المديرة. Good idea. فكرة جيدة. إذن أعزائي الطلبة راح أسألكم سؤال. يكون جوابكم. ما هي الأشياء التي سيجلبوها? What are the things guys will bring with them? ما هي الأشياء اللي راح? بعد أريدك تأشر لي على must should في كل هذه المحاورة. طبعا ننتقل إلى الأكتيفيتي بوك. شوف الأكتيفيتي بوك. السؤال lesson 2 السؤال A underline the strong syllable in these words يعني شنو أشر على المقاطع القوية في هذه الكلمات something advertise everyone playground headmistress أنت تستمع listen and check your answers ورا ما تأشرهن طبعا تقدر تنتقل إلى الكتاب في نهايته صفحة 108 تشوفها تلقاها لك يا something advertise everyone playground headmistress الى اخره طبعا عندك ايضا اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول عندك ايضا عزيزي الطالب تمرين بي complete these sentences with should and must نجي للاول نحله وي فراغ دو اور هوم ورك يعني لازم نسوي الواجب تخلي should لو must طبعا هنا تخلي must لازم تسوي الواجب المنزلي مالتك مو should كيفك تكمل البقية وتحلهن حسب قوتهن اللي شنو اللي مهمة جدا ما ممكن الاستغناء عنها الحالة أو لازم نسويها must اللي أقل منها should تمرين C listen and write notes what are the three guys going to bring to the bring and buy sell سهاد إيش راح تجيب وصال إيش راح تجيب وداد إيش راح تجيب طبعا هذا التمرين تستمع إلى كاسيت 45 تنقل لهنا إلى تلقى 45 نفس الحالة what are the three guys going to bring and to bring with them to the bring and buy sell listen and write هاي نفس المحادثة محادثة الأولى اللي هي سهاد وسارة part 2 كذلك عندك و part 3 طبعا ما راح أقراهن أريدك أنت تترجمهن عزيزي الطالب
تشوف شنو الكلمات الصعبة اللي بيهن، وتنتقل لي إلى كتاب النشاط تشوف لذن ايش راح يجيبن. سهاد ايش راح تجيب with her، what سهاد will bring with her، what will she bring وصال and وداد. When are they going to hold the sale، وأين سيعقدون أو سيقيمون هذا المبيع. هذا بعد ما تقرأ عزيز الطالب في الكتاب في صفحة 108 و109 وترجمهن الكلمات الصعبة وتشوفهن، لأن هذن مهمات قد أجيب لك من عندهن أو يجنك بالامتحان سواء الشهري أو الكورسات. تمرين دي. Imagine that there is going to be a bring and buy sale at your school. تخيل أنه في مدرستك راح نسوي مثل هذا البرينج اند باي سيل. What will you and your partner bring as gifts؟ ايش راح تجيبون كهدايا؟ Make conversation. هذا المواضيع عزيزي الطالب، ايش راح تجيبون؟ مثلا We are having a bring and buy sale at school. What for؟ احد طبعا من نسوي المحاورة تستخدم ذني. ما الغرض منها؟ To collect money for poor people. راح حتى نجمع اموال للناس الفقراء. That's a good idea. فكرة جيدة. Can you bring something؟ هل تستطيع أن تجلب شيء ما؟ Yes, I will bring. نعم سأجلب. Oh, that's great. لو lovely. لو wonderful. يعني هذا عظيم. لو لطيف. لو رائع. When do you want it or them؟ ما الذي متى تريدوها؟ أو هذا. Oh, bring it them to school. اجلبها للمدرسة رجاء. All right. حسنا. When؟ متى؟ Tomorrow morning. The sale is in the afternoon. Fine. I will do that. نجي هنا. You went to a bring and buy sale. أنت ذهبت إلى هذا المزاد. Write a short letter to a friend telling him or her all about it. اكتب رسالة إلى صديقك تخبره أو تخبرها بكل شيء حول هذا المزاد. طبعا لا تنسى أنه تقول what the sale was for، لمن كان هذا، شنو الغرض أو المناسبة. How many people were there، كم عدد الناس الذين حضروا. What you and your friend brought for the sale، ما الذي جلبه أنت وأصدقائك. What you bought، وما الذي اشتريتموه. How much money the sale brought in، وكم من الأموال جلبتم. طبعا هذه عندك التمرينات تكون واجبك عزيز الطالب تحاول تحلها وتطبق عليها اللي أخذته في هذا التمرين. طبعا يكون عندك حل التمارين مهم لازم تحلهم. تقرأ القاعدة بشكل مركز لأن هذه مهمة تجيك بالجرامر. must أو should تتبع بمصدر الفعل أو الفعل المجرد من الخالي من أي إضافة، ولازم تعرف شنو الفرق بين must and should من ناحية القوة. Thank you very much for your listening and good luck for you all.